عبد الوهاب ابو حسين امشام يا نور العين. يواصل البحرانيون للعام السابع مسيرتهم النضالية المناهضة لنظام آل خليفة رغم كل إجراءات القمع التي مارسها الخليفيون ضد المواطنين، حيث أكد المواطنون في كرانة على المطلب الشعبي المنادي بتغيير نظام القبيلة إلى نظام منتخب من قبل الشعب، بما أكد أهالي أبو صيبع والشاخورة على أهمية الاستمرار في الحراك الثوري في تظاهرة جابت شوارع البلدتين. ورفع أهالي كربابات شعار على نهج الشهداء في مسيرة غاضبة تأكيدا على الاستمرار حتى تحقق المطالب. وحصلت اشتباكات في بلدة المعامير وأبو صيبع والشاخورة والعكر وسار فيما قمعت مسيرة خرجت في الدراز. وتظاهر مواطنون في بوري تحت شعار قادتنا في خطر ونددوا بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم، وقمعت مسيرة خرجت في الدراز تضامنا مع قاسم، كما خط أهالي الديه اسم الملك الخليفي حمد على الشوارع ليكون تحت الأقدام وعجلات السيارات في إشارة رمزية لمستوى الرفض الشعبي له ولحكمه. وحصلت اشتباكات بين الأهالي في كرزكان والمرتزقة أدت إلى إعطاب سيارة تابعة لوزارة الداخلية الخليفية. وأحيا عدد من المواطنين وآباء الشهداء ذكرى ميلاد الشهيد علي الشيخ، ويؤكد البحرانيون بشكل يومي على الاستمرار في ثورة 14 من فبراير، فيما يؤكد النظام الخليفي بشكل يومي أيضا على عدم أهليته لحكم البحرين.